الحضري، هل ممكن تقول عليه حاجه تانية غير اللي قاله استاذ محمود؟ بص، الحضري ما كانش المفروض ما يكون موجود في المنتخب، خدوا مجامله عشان التكريم. اذا وجود الحضري كان مجامله. مين؟ بص على الصوره اللي بعدها، نفس الكلام، وجوده مجامله، مش مجامله، كان المفروض يلعب ياخد فرصه برضه، بس لكن ما هو راح ب 24 لاعب، 14 لاعب هم اللي لعبوا برضه. هم هو حد تدخل في الاختيارات بالنسبه لا الشركه الراعيه بتتدخل؟ تخيل الشركه الراعيه هي كانت من تتدخل في اختيار اللعيبه. طبعا. طب الله يرحمه، احنا اتكلمنا عنه عبد الرحيم محمد الله يرحمه، ما استحملش. ناخد الصوره اللي بعد.